عمر، تعرف نظرية العوامل الداخلية والعوامل الخارجية؟ Of course. هذه نظرية مهمة الشباب يعرفوها. النظرية باختصار شديد أشرح بسرعة قبل اللودينج. الحياة فيها عوامل خارجية وفيها عوامل داخلية. العوامل الداخلية أنت، قوتك، إرادتك، صبرك، عزيمتك، السكيل حقك، تفانيك في العمل. العوامل الخارجية مديرك، الجنجلر، الأستاذ في الجامعة. الإنسان العادي دائما يعزي نجاحه لعوامل داخلية فيه ويعزي فشله لعوامل خارجية حصلت، بينما لما ينظر للآخرين ينسب نجاحاتهم لعوامل خارجية وينسب فشلهم لعوامل داخلية. مثال، كلكم طلاب في الجامعة، لو أنت جبت A في مادة حتقول والله أنا تعبت واجتهدت وذاكرت، ما حتذكر إنه والله كان الدكتور كمان متعاون وكانت المادة سهلة. بينما لو زميلك جاب F حتقول ايوه طول عمره لعاب، طول عمره غبي، طول عمره ما يذاكر. بينما ما حتقول مثلا انه هو كان بيمر بظروف صعبه، انه مثلا ما عنده مثلا سياره، ما عنده فلوس. فلا يعني تنسبوا فشلكم لعوامل خارجيه، تجيب مثلا اف تقول والله الدكتور بطال، والله الماده صعبه، والله والله والله. ركز على العوامل الداخليه. الناجحين عموما يركزوا على العوامل الداخليه، والناس اللي ما هم ناجحين يقعدوا بس يمسكوا في العوامل الخارجيه. مزبوط. وهذا اسهل شيء نسويه في ليك. كلنا في ليك ايش نسوي لما تصير لك اي مشكله؟ ايش تقول؟ تقول الجنجل ما جاني، الحمار اللي قدامي لوكي ما مات. ما تشوف انه انت نسيت انه عنده فلاش وما انت داري انه عنده اجنايت، لانه it applies in life completely. yeah. وحتى لوي، يعني انا ولوي we are guilty of this. بس with maturity، كل ما تكبر كل ما تبدا يعني تتاقل للموضوع وتبدا تفكر فيه. هذا ليفل 6، هذا ليفل، هذا ليفل 2. ها شوف ليفل 2 جاء، ليفل 2 وهذا مات. نو تاخرت، كنسلت اوتو وما سويت الاوتو اللي بعده وكيو لاني زباله. هذا مؤثر كله داخلي يعني. ما في مؤثر خارج. جبت العيد مره، ما في ليك ديفرنس اي شيء. اوه ماي جاد، جبت العيد مان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجوده فيه ماخوذه من بث اليومي على منصه تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكربشن. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وان شاء الله تنبسط. جيناكم. اوكي انا جاي يا ابني. شلون انا عندك خذها انت. ها يلا ليتس جو. ها خلاص جيم از اوفر. ما يتعلم اللي بوت سايد. اتجهتي اتجهتي. اوكي والله لوكي مره زعلان. اوكي اسكي هذا بس المشكله حتيجي وحنموت. يا الله لوكي ديك شيء عندك. نعم. اوه يا لوكي يا لوكي يا لوكي. والله انا صراحه يعني why are you greeting man. لا انا شوف اوه ماي جاد مان. خلينا نكون صريح معك، المفروض اللي عمل انه فوك هيرالد عشان ياخذ الاجرو. بالضبط فوك هيرالد ياخذ الاجرو. تعال استناني بس اجي. شايف البني نويف اللي مال ام يا لوكي؟ يب انا عارف. امشي 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 على نتليوي. لو طبت نايس. بوجين 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 كلام يس. تك 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 تك
اقتل اقتل بس اقتل هيموت من المينيونز يا لوي لو شيل المينيونز خليه اوكي خليه في فهم جدا خاطئ. عزوز مشكلتي معاه مو انه ما يعرف يلعب، عادي كلنا منوب، انا اكبر نوب في الحياه، ابدا ما هي مشكلتني المنوبه يا صنكو. عزوز نوب وكلب فليمر، يفلم تفليم مو طبيعي ويرمي الغلط على كل الشباب، هو لا هذه المصيبه. انا مو نوب يا عمر، اكبر نوب في التاريخ. اسكت انت نوب برونز كثير عليك كمان برونز، كان ما ادري كيف وصلوك هناك. جانجل كلب الله يصبرني، يسوب يغلط، هذا شوف هذا السبب، هو حشاء، هو ما يجي شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله عليكم. غالي لقيم يا عمر معزوز. لا تروح تلعب معه لحالك، خده خفن. واي نات يا عمر. نا هذه لازم أجيب مزاجي رايق ذاك اليوم عشان لا بند وبندك معه. لا الله دخلني طيب بكج يعني يجي يوم وانت دي لأمك فاسخ وجيب عزوز والله تبطل تلعب الجيم. الجنجل لو مو نوب ما كان خسر والله. شوف يعني حاعطي نفس المثل اللي أعطيه كل يوم. الدقيقة 2 راح 1 في 1 مع الميد حقه ومات، أول موتة ماتها قتل نفسه 1 في 1. قام الجنجل لسه دوبه، لسه يعني هو ليفل 2 لسه دوبه، أخذ الكامب الثاني. حرام نقول الجنجل هو السبب يا سبيدي، صح؟ يعني خلينا حقاني عشان 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 نمشي على الخطوات. وبعد كذا استمر مسلسل ال1 في 1، حتى الجنجل حقهم ما جاء ومات في جيم واحد 24 مرة وبيلعب معايا. ها هذا جيمي انا، هذا جيم معايا، وانا اقول له ارجع روح قدم. لا هذا طناش، لا يسمع الجنجل، لا يسمعني، لا يسمع عبد السميع. 24 دث يس اند وي ستيل 1 وي ستيل 1. اعطيناه فرصة تانية يا اخواني، جاء ادانا نصها. حتى ما وصل باور سبايك، انا ما مش عارف متى توصل الباور سبايك حقته. يعني العاده ياسوا 0-10 يشيل الجيم خلاص، هذا شكله 0-30 يا عيال. عادي يا عمر، يمكن اللاكي داي. افري داي از اللاكي داي، واتش هيز هيستوري حبيبي. ثاني شيء يعني عمر صراحه انا اتفق معه، يعني لعبه ليك الفتره هذه جنجل ديف جيم. يا كل جيم جنجل. المشكلة انت جنجل، يعني انت عارف حرام، يعني انت المفروض يعني ايش تؤاسي الجناقل اللي زيك يعني. لا بالعكس بالعكس، الجنجل مرة بروكي. دخلت جيم اخذت زاك، نزلت سويت جانك تحت، راح مات في المد دوبك ليفل 4 جانك، كتب الله يصبرني. الله يصبرني على الجنجل علي، بغيت انفض كف برجلي مو بيدي. الله يصبرني الله يصبرني. انا حوصل ليفل 3 مع المنين هذا. يموت هاي قتلته. مات 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 مات. اوه بطل لوكي بطل يا شيخ. هذا جاني اه هرب طلعت على فوق. كده جابه جيبه اوكي. يا برو صفر خمسة وات وايود يعني تشيسب يعني وازتو. ايوه حطه. ايش بو هذا؟ اي اي ايش في؟ لا تضحك عليهم تجي وراء والله يسوي التي. اوكي انا داخل على واحد منهم. اوكي هيسوي فلاش؟ ما هيسوي فلاش يا رجل. ايرن ما عندي فلاش. يا وطماع يا وطماع. حقي